السلام عليكم. السلام. انت شاهد على الواقع اللي كانت وقعت العمار. شنو وقع بالضبط؟ عمار عمر اخويا كان خدام هنا في هذا الرومبو ديال الميكانيسيان، كان مخاصم مع ديك السيده اللي كتبيع البياسه الطوموبيلات، داز الموتور مشى بلاصه الموتور حداه هبط، كان ناقر هو وياه، كان تشرست هذيك الجاجه ديال الفيترينه في المحطوط الزيت، اللقطه اللي جاي راجع هو باللورانيه تشرست الجاجه ديال الطاكسي، هبط الشايفور وهبطوا ثلاثه كانوا راكبين معاه، هذوك الثلاثه اللي كانوا راكبين معاه والشايفور هما اللي هبطوا ضربوا وقتلوا. يعني الطريقه ديال هبطوا ضربوه وقتلوه، يعني الطريقه ديال جوج طرات، شنو زعما اللي وقع بالضبط؟ شنو الحركه اللي دار عمر الله يرحمه باش هاد الناس هادو وقفوا؟ هما فاش هرست الدجاجه ديال الطاكسي زادوا واحد 300 واخا هاد القضيه ديال هرست الدجاجه ديال الطوموبيل كيفاش تشير عليها بحجره؟ لا كان عنده واحد الخطيب حيت هو كان مخاصم مع الناس، ما كان عنده الخطيب ديال البيشان خادو من عند الناس، كان مخاصم معاه اللقطه اللي تهرست لها الدجاجه هي قالت لي غادي تمشي للحبس، اللقطه الطاكسي اللي داز جا في الطاكسي هو تهرس الدجاجه ديال الطاكسي، يعني ها قاسم ماشي ما قصدش يضرب الطاكسي داز، فاش تهرس الطاكسي بحال ما كان يهبطو هبط الشايفور ضربو بالترفيقه وهو ضربو بواحد الفراب من القدام، دراها مع دراعيه مدعيف ضربو بفراب من القدام، جابو على وجهو، من جابو على وجهو بقاو كيشتفوا عليه واحد اللقطه في وسط الشانطي ولا لا في التصيصه عندها هي في قدام المحل ديالها، اللقطه اللي فاش ضربوا بهذاك الفراب عاود ناض شدوا بقاو كينفخوا فيه، وواحد اللقطه معاه وطاح ناض سخف طاح على راسه، اللقطه على راسه تما فاش طاح طيحه وحده، وشافوا بنادم راه طاح راه فشل ما بقاش قاد يهرب ولا يضربهم حتى هو ولا قد فهمتي قدر يتناوش معاهم ولا يزيد يطارق معاهم، شافوه طاح بنادم صافي في قيده وبقاو كيزيدوا يضربوا فيه، يعني قايد يشتفوا على راسه بقاو كيشتفوا خصوصا من الطاكسي الشايفور بقى كيشف لي على راسه، واخا مش من الطاكسي الشايفور ومن الطاكسي ماشي مشكل، هذوك الثلاثه الاخرين اللي كانوا معاه واش ما باش ليكم واش هما صحابه واش يعني راكبين غير الركاب شي زعما شي حاجه كتبين على انهم صحابه او لا غير الركاب راكبين؟ هما كانوا راكبين معاه، هما كانوا ثلاثه مع ديك اللوتشي كانوا راكبين هما ثلاثه اللور، وكان راكب واحد الدري استاذ جامعي هو اللي كان راكب قدام، فاش مشينا داك الاستاذ جامعي ما هبط ما والو بقى كيشوف، والاستاذ جامعي شاد فيهم قدام البوليس في درب مراكش شاد فيهم قال لهم ضرب، قال لهم من طاكسي ضربوا وهبطوا الثلاثه اللي كانوا راكبين اللور تما ضربوا، هذوك الثلاثه جايين من البحر كانوا مبحرين وغادي للكازا. شحال تقريبا يكون العمر ديالهم؟ العمر ديالهم كيتراوح من 26 عام حتى 30. واخا كيفاش ركبوا معاه في الامبيلونس وهو في حاله حرجه؟ دابا فاش كان طايح شي ماكينيه بحال الماكينيه حتى واحد ما قد يجي عنده، مشيش عنده وانا والدري خويا الدري كبر مني، مشيش عنده بحال الماكينيه حتى واحد ما قد يقرب ليه، حيت الناس اللي كانوا حاضرين شافوا العصا اللي كلا فهمتي بحال خافوا يمشيو عند هذاك اللي طايح، خافوا ولا تما يمشيو يضربوهم، صافي مشيش عنده انا بحال الماكينيه جبت لي قرعه الماء كبيت لي على الماء على راسه ودورت على جنبه اليمن، جات لابيلانس تعطلت شي واحد الساعه لارو بعد ما جا عاد جات لابيلانس، من جات لابيلانس بحال الماكينيه قالوا لنا مالو قلنا لي راه كان شارس واحد الجاجه ديال الطاكسي وهابطوا ضربوا، مول لابيلانس هزيناه في لابيلانس بحال هكا قال لنا شكون غيمشي معاه حتى واحد ما بغى يمشي معاه، مشيت الوقت اللي جاو البوليس كانت لومبيونس مشات لابيلانس انت كنتي مشيتي معاه؟ مشيت معاه. واخا ملي وصلتوا للسبيطار هذوك الثلاثه اللي مشاو معاكم وركبوا صحه في لومبيونس الطريقه ديال الطاكسي شنو داروا في السبيطار؟ فاش وصلنا للسبيطار بحال ما كانيق هبطنا عمر انا مع التخلعت بان لي بنادم كيموت، هبطنا عمر بحال ما كان غادي ندخلوا الله يرشونس، هما من هبطوا معايا ما بقيتش شفتو زادوا بحال انا مع دخلت بلاصه السوانه شفت السواني تلاقات معايا واحد الطبيبه قالت لي واش كيجي قلت لها ود خالتي صافي بحال ما كان يوي تقول لي راه داخل الموت، اللقطه اللي غادي مخرجينو بحال ما كان غادي مخرجينو تلاقيت مع خوتو قالوا لي خوتو مالو قلت لي راه ضارب مع وحدين خوتو شدو بداو غاديين بهم واحد الطبيب لابيلانس شدو ميريسكو كنباهون على دوك اللي جاو ما كاينينش معايا في لابيلانس. واخا انت بحكم انك كتعرف عمر كيخدم حداك قريب ليك السلوكيات ديالو كيفاش؟ السلوكيات ديالو هو درويش الله يعمرها دار، هو فيه فيه المرض مريض مسكين، هو درويش الله يعمرها دار حاجته ماشي ديالو ودري ما فهمتش ماشي تقول لي عنده شي صحه اللي طغى عليهم صحه ولا شي حاجه، الدري ما عندوش صحه ودري درويش الله يعمرها دار، دري ويش وما حتى شي حاجه ماشي ديالو،
يعني اي حاجه تجي عنده يمشي معاك يقضي معاك كلشي. ماشي شي واحد فوضوي. لا والو والو دروي. لا والو درويش. الحريفيه اللي معاه ما كيدار معاه. ولا والو الحريفيه كاملين كيشكرونا سول واحد بواحد كلشي عزيز عليه من هنا. ملي سقسي الاخبار على انه توفى هذاك السيد هو صديق ديالك. ما نكذبش عليك انا فاش مشيت معاه في لابيلانس انا عارف شو غادي يمر حيت انا بان ليا صافي بان الروح كتخرج كيتركل من رجلي رجلي كيتركلو. رجعتوا لهنا تواصلتي مع البوليس؟ لا ما رجعتش انا البوليس وصلوا عليا السبيطار اللحظه اللي قلت لك انا خرجت نقلب على خوتنا وصلوا عليا البوليس السبيطار قالوا لي شكون ما عرفتش شكون قال للبوليس من قال لي ما مشى معاه واحد ومشاو معاه ثلاثه الدراري اللي ضربوا فاش وصلوا تما قالوا لي انت اللي مشيتي معاه قلت لهم وين قال لي يلا معانا صافي مشيت معاهم الكوميساري در مراكش بحال ما كان يدخلش لقيت مون طاكسي داخل ولقيت هذيك السيده هي وراشده حتى هي داخلين سولتني قالت لي انت علاش جيتي قلت لها راه داك الشيء اللي جايبك هو اللي جايبني انايا قالت لي لا في السريه كيفاش انا راه ما كنتش حاضره راجل حتى هو انكر حتى هو قال لك ما كنتش حاضر وهما كانوا حاضرين بجوج وكان معاهم واحد الشل حتى هو حاضر وهذاك الاستاذ جامعي حتى هو كان حاضر حتى هو جابوه البوليس اللي كان ذاك في الطاكسي القدام حتى هو جابوه ثلاثه اخرين ما كان لا قلت ثلاثه حرب هذوك من السبيطار ما بقيتش شفتهم مليح حتى لدار دخلت الكوميساريه باش تدير الشهاده من دخلت الكوميساريه بحال ماكينيه قال لي انت كنتي حاضر قلت لهم كنت حاضر عاودت لهم كيفاش تشرت الدجاجه كيفاش هبطوا ضربوا كيفاش مشاو للسبيطار من هربوا من السبيطار صافي من وصلوا بحال ماكينيه جابوا هذاك مون الشيفور ديال الطاكسي قالوا لي واش هذا كان يضرب قلت لهم هذا هو اول واحد بدا واخر واحد سالع هو السيد هذا من سولو هو قالوا لي واش تضربتي ولا هادي قال لي انا ما ضربتوش قال لي انا حدي وقفت هرست لي الدجاجه هبطت شديته هو يقول لي واحد البوليسي قال لي وشكون يضربوا قال لي هذوك اللي كانوا راكبين معايا مع فيهم شي جوج خوت قال لي ما هذوك اللي كانوا راكبين معايا فيهم شي جوج خوت قال لي واحد طار لي الدجاج على عينيه بقى فيهم تما الحال هما اللي هبطوا ضربوا اما هذوك ضربوا ومن طاكسي هو اول واحد بداه واخر واحد سالع هادشي اللي كاين بسم الله السلام عليكم السلام استاذ انت من الناس اللي كيخدموا هنا في هذه المنطقه هذه وكتعرف عمر مرحوم الله يرحمه الله يرحمه وصعات الحادثه ديالو اولى الاعتداء من طرف واحد من الطاكسي كبيره اللي كيشتغل ما بين المحمديه والضربيله الوقيته اللي حضرتي انت حسب ما قلت لنا في الكواليس على انك انت ما حضرتيش مضاربه من الاول ولكن عاينتي واحد المساله ديال هذوك الثلاثه اللي كانوا كيضربوا مع مول الطاكسي كيف تحكي لينا كنت في المحل ديالي خدامنا تشوف واش اللحظه اللي سمعت بان كاين وقع واحد الشجار خرج جيش هنا كنلقى مرحوم الله يرحمه مسكين مغط في البلاصه وحده ديك الحديده اللي صافي هي هذيك مع كنشوف كيبان لي مون الطاكسي واقف واقفين مع دوك الثلاثه ديك الساعه كان كيدور بيناتهم شي حادث واحد شويه امي مشيو تقريبا من هنا من حدا المحل ديالي شي حدا الجامع كانوا بغا يحاولوا يشدوا طاكسي اخر باش يمشي حيت كاينين طاكسيات حدا حيت كاينين طاكسيات شينا ما حطاش واحد اللحظه مون الطاكسي بقى يتحاور معاهم لانهم باش يمشيو باش ما يمشيوش قال لهم شتوما خاصكم بانكم شتوما بحال ضحايا في الشكل ديال ضحايا طار عليكم الدجاج وادي هما كانوا باغيين يمشيو هو ما خلاهمش يمشيو رجعهم هنا اللحظه اللي جات لومبيلونس باش يهزوا المرحوم الله يرحمه مسكين مون الطاكسي هذيك اللحظه هو يتعرض لومبيلونس جا عند مون لومبيلونس انا كنت حداه وربي راه شاهد عليه حدا جا ويقول لي غتهز واحد قال لي راه مرشوش لي الدجاج في عينه قال لي مول لومبيلونس ما يمكنش لي نهزو قال لي راه السيد ارجو خصنا نديو قال لي لا قال لي شهادو خصك ديهم بقى مني منك كلمه زيد كلمه زيد طلعوا الاخرين طلعوا معاه بثلاثه صافي هذيك فين مشاو بقى مون طاكسي هنايا تجاو البوليس اللحظه اللي غيجيو البوليس هي فين وقفوا مون طاكسي فهذيك اللحظه بعدا تشاقلوا مون طاكسي داو الاخرين ان فوا لما مع الاخ ديالي هو اللي مشى مع المرحوم الله يرحمه للسبيطار ملي مشى من تما كاين فوق قال لي هبطوا للسبيطار ما انا في ديك اللحظه وصلت عليهم السبيطار في ديك اللحظه قال لي معاه هو ديال لومبيلونس قال لي اي فون دخل الدري معاهم المستعجلات لداخل قال لي خرج قال لي انا خليش عمر لداخل قال لي بغيت نقلب عليه مع كاين بوليسي تما قال لي نقول لي راه اللي واقع اللي واقع قال لي خرج ما لقيتهمش هما في ديك اللحظه اللي هادو الفرار مشاو واخا بالنسبه لعمر الوقيته اللي شفتيه انت مغط واش كانت باقا فيه الروح ولا ميت كان ديك اللحظه شي خرخر نادم كي انا ديال حميد ديالك السلام عليكم سي السلام ورحمه الله اخويا انت من الاصدقاء المقربين ماشي من الاصدقاء من المقربين الاخ ديالي هذاك ماشي من الاصدقاء الله يرحمه خويا هذا كابر معايا نخدم انا وياه ما كنخلي فين نمشي انا وياه
هذاك النهار طلعت من الخدمة وما تلاقيش معاه في العشية، طلعت قبل منه هنا، طلعت دوش بدلش، مشي سوش عليه الدراري قالوا لي رجا بدل حوايجو، ولكن ماشي داك الغسيل اللي مالك يغسل عمار وكيبدل. قال لي راه باقي هالساك ديال الدوزان ديالو راه رجع لشي بريكو، باقي عنده شي خدمه. باقي عنده شي خدمه صافي، بقايش واقف مع الدراري شي 5 دقائق ولا 10 دقائق بحال ما هكاك غادي مهو. وصلت هنا حدا الكانترا، يلا غنشرشحت من الكانترا، توقف عليا الاخ ديالو حميد. حميد مالك؟ قال لي طلع يلا معايا، راه عمار راه كاين وكي راه ضربوا شي وحدين. مني هودنا انا والاخ ديالو، وصلنا الرومبا تما، سولنا عليه قال لك رداتو لابيلانس، سولنا الناس كيفاش ما كيفاش، وحنا بغينا يعطينا راس الخير. حتى وصلنا للسبيطار مولات المحل اللي تما، سدات المحل، هربوا كلهم، خلاو الدري منو مولين طاكسي، الشيفور وثلاثة اخرين. كاين شاهد راه هو اللي لقيناه في السبيطار. ملي وصلنا للسبيطار دخلنا لقينا الدري كيخرخر صافي، اوكسجين دير لي السيروم. سولنا الدري قال لك راه كاين وكاين هاد مول طاكسي بيك على مول لابيلانس، قال لي هاد ثلاثة يمشيو معاه. مول لابيلانس كيقول لي ما عنديش حق باش ندي هذوك ثلاثة. هو مول طاكسي ممشاش في لومبيلانس، ممشاش في لومبيلانس مول طاكسي، مول طاكسي بقى حدا اللي عاونوه في الدري، اللي شتفوا معاه على الدري. ما بغا مول لابيلانس قال لي لا ما نديهمش، وقف لي قدام وقال لي ما غاتحركش هاد لابيلانس، تدي معاه هاد ثلاثة. هاد ثلاثة ركب معاهم هذاك الدري اللي حاضر شاهو شاهد، مشى معاهم من هنا. من وصلوا تمايا ولاو كيطلبوا، كيقول لك يا ربي الدري عايفيق، بقاو كيطلبوا كيقول لك يا ربي عايفيق. من وصلوا تما بان لهم الدري ما فاق ما حتى حاجه، كلشي ولا طبق، كلشي تجمع على الدري. داروا ها ما لقاو حتى واحد، زادوا بحالاش. وصلنا حنا لقيناهم مشاو. حميد هذه القضيه هذه وعرفناها وسقيناها من عند الاخ، وسقيناها وي خويا ديالو من عند الام ومن عند جميع اللي يعني اللي بغيت نسولك عليه انت بحكم انك صديق مقرب لعمر. وي خويا تعاوني على السلوكيات ديالو، يعني كيفاش كيتعامل، واخا كيفاش كيتعامل مع الكليان، كيفاش كيتعامل مع المشغله ديالو. احسن 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 دري تصول عليه دري صغير يلاه عنده 6 سنين 5 سنين يقول لك الله يعمرها دار، ما عمرو زعزع شي واحد تعاير وتسبو، يقول لك خويا اسمح لي ويمشي. دوز نص ساعه ربع ساعه يجي فينا خويا هاني يدوي معاك بحال ما واقع حتى شي حاجه، شد ضربي ما يهشفك عينو. عمر اعز على كل شيء، محمد راه كامل راك تعرفو من كبيرها حتى صغيرها، كتعرفو هو وديك السيده اللي خدام معاها اولا كيخدم حداها اولا كيخدم معاها واخا كيخدم معاها. يعني واش ما عندوش شي خلافات؟ ما عندوش شي خلافات مع شي واحد، ما عندوش شي خلافات مع شي واحد، حيت حسب بدون ذكر الاسماء الله يجزيك بخير، بحكم ان هو كيخدم معاها في هذاك النهار ديال الحادثه، هذاك النهار ديال الاعتداء. يعني ما نقولش نقولوا حادثه لانه كنسمعوا حيت اعتداء، هذا ماشي حادثه، لا هذا كان اعتداء. حيت بالنسبه باش ضرب واحد ودش تبيع على راسه راه اعتداء، هذاك راه ماشي حادثه. النهار كانوا قال لك على انه كان شي نقاش بينه وبين المشغله ديالو اللي هي كيشتغل امامها ولا كيشتغل معها في المحل ديالها. واش عندك شي علم على هذا الفيديو؟ ما عنديش شي علم على هذا الشيء، هذا ما عنديش، ما كايناش شي اخبار على هذه الهضره اللي كيقولوا هما. بالنسبه لك انت كنت الرفيق ديالو، هاد الناس هادو اللي شهدوا ليه على ان هذوك الناس شتفوا عليه عندهم مصداقيه في الشهاده ديالهم؟ عندهم مصداقيه في الشهاده ديالهم، حيت الدري خد عورانا تما فين كيخدم عمر، كاين الدري على اللور كيصاوب باش يدير يشوفوا واش الدري خرج سد الحانوت مشى للقهوه شرب كاس ديال الماء، كتبان لي راه مضارب، ولكن هو ما عرفوش راه عمر اللي كياكل في العصر. ما ميزش عمر، حيت هو مطيح الدري في الارض وما كيشاتفوا عليه، تقرب حداه الدري ما بقى ليه والو. مني شاف الوجع باش عرف راه بالله عمر، وهم ديال عباد الله كلها كتفرج واحد ما قادر يفوق وراه داك الشهاده.